هاي السلام عليكم يا احلى تويس عليك محمد اللي قبل كل شيء نصلي على سيدنا النبي اللهم صل وسلم على رسول الله ب الفيديو نتاعنا اليوم راهي بالرسمي تريز امبورطون على خاطر الناس الكل عندنا تليفونات واي واحد كي يقدم تليفون يحب يبيعه معروف ومن حقنا زاد باش نبيعوا تليفوناتنا اما قبل ما تبيع تليفونك سيرتو البنات باز عندك تصاور نتاعك خاصين شنو هي الحال تدخلوا ساعه تفسخوا تصاوركم تحطوه معنا في البي سي وتفسخوا وتدخلوا برشا خاطر باش تلقاو دوسيات باش تلقاو نود تصاور قدم تدخلوا لهم تفسخوهم تفسخوا كل شيء على البي سي تفسخوا من التليفون من بعد شنو تجيو تعملوا تشدوا كي تحطوا التليفون تغطيوه ولا المهم تعملوا برشا تصاور تصور 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 وفيديوهات نود فيديوهات برشا هدي ألف اعمل ألف تصويرة كان لازم وفسخ وعاود تصور وفسخ معناها كيما نقولوا معناها نحنا التصاور نتاعنا القدم عباره ما عادش ولاو بعاد برشا باش نوصلوا لهم خاطر مكتار واحد تنجم تبيع له تليفون يجي يصب ابليكاسيون يرجع تصور يبقى تصورك دونك هذاك علاش انا ننصح فيكم توا باش تعملوها طريقه سهله على الاخر تحط تليفون هكا مثلا تيح تصور تصور مود تصور وفيديوهات وادخلوا على جوجل هبطوا تصور وادخلوا على فيسبوك هبطوا حصلوا عرفت عبيوه مش بتصوركم عبيوه كيك هبطوا برشا تصور وفسخوا ودخلوا على البي سي تفكير فسخوا كل شيء ومن بعد نبداو الفورماتي نعملوا الفورماتاج هذاك اللي تشد التليفون تسكره ومن بعد تنزل هكا فليش الوطني تعدي الفورماتاج نتاعك ويتحل التليفون كيف كيف تيح تصور 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 نود تصور ومن بعد تعمل الفورماتاج اللي من داخل من التليفون فهمتوها معناها زوز فورماتاجات معناها الفورماتاج الاولاني اللي تعملوه هكا والفورماتاج الثاني تعملوه اللي تلقاه في التليفون وكي نكونوا معناها سعيد تصور مهما يكون مستحيل باش يكون شي رجع وكي تحضر رواحكم سيرتو البنات خاطر نتصور البنات معروفين بالتصاور من بعد بيع تليفونك وربي يجيب لك القصر ما تنساش تعملوا لي ابوني تابعونا تويس بيك محمد هرلي على اليوتيوب احلى ناس السلام عليكم